دونك اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي غادي نديرو لي باليز الاساسيين، نكتب علامه التعجب وندير اونتري، نسدو هاد البليصه هادي باش ما تسطعكم شويه، ومن بعد غادي نكتبو الاسم ديال اللعبه تيك تاك تو. غادي نجيو لهنا وغادي نليو لي غوسورس لي غادي يخصونا. دونك لي غوسورس شكون هما؟ عندنا غنحتاجو فانت اوسم، غادي نحتاجو واحد النوع ديال الخط، وغنحتاجو نليو سي اس اس، وغادي نحتاجو نليو الجي اس. دونك نبداو بسهلين، لينك تاع سي اس اس، ومن بعد غادي نليو سي اس اس بحال هكا. دونك ها هو عندنا درنا لينك ديال سي اس اس، حيت لاباج نيت عندنا حنايا هي ستايل بوان سي اس اس. دونك اللي سما شي اسم اخر من غير ستايل بوان سي اس اس خصو يكتبو هنايا، والا ما غاديش يخدم ليه سي اس اس منين نوصلو. ثاني حاجه قلنا بغينا نعيطو على فونت اوسوم، وبغينا نعيطو على واحد النوع ديال الخط. دونك نديرو بحال هكا، نديرو سي دي ان جي اس ديال فونت اوسوم 470. اللي ما عرفش شكون هو فونت اوسوم يتفرج، راه كاين واحد الفيديو درنا على قبل لي مانيو ديال وخاص بفونت اوسوم. هاد هما دوك لي زيكون اللي كتشوفو اللي كتخدموا بهم، خلاص ايكون ديال بحال الفيسبوك، بحال ملي كتبان لك هوم في هذيك الدار الصغيره، بحال هاد المسائل هادو. دونك اون فوا كوبيت غادي نجي نكولي هنا، بطبيعه الحال ملي كوبيت كوبيت هذا، كليكيت على هادي ما تكليكيوش على هذا او هذا، هذا هو اللي غيعطيكم التاج اللي بغيتو. وحاجه اخرى، ملي نقلبت راه قلبت على الفيرسيون ديال 470، ماشي لا فيرسيون الجديده اللي كاينه دابا. كاين عندنا مساله اخرى واللي هي قلنا بغينا نليو الجي اس. دونك بالنسبه للجي اس كيتليا نقدروا نليو هنا في الاخر، بما اننا محتاجين تيتلودا لاباج عادي يخدم جي اس. دونك غادي ندير بحال ما هكا، نكتب سكريبت سورس، وغادي نكتب فيها سميناه game.js اللي هنا. بالنسبه للكود ديال الجيم ديالي غادي يبقى هنايا. دونك هذا begin game، هاد الكومونتير ما مضطرينش انكم ديروه، غير بغيت نديرو نرتب هاد الامور هادي باش حتى الى هنا قدام شي حد بغى يتيليشارجي هاد البروجي يلقاه مقاد. دونك اند بيجين، صافي غيلقاه مقاد ديال بصح اند جيم. وغادي نديرو بحال هكا كومونتير. دونك هنا فين غتكون الجو ديالنا، هاد البليصه هادي ما نتوشيوهاش حيت خاصه بالجي اس كيف ذكرنا. ممكن لي الخط اللي بغيت اللي هو روبوتو اللي هنايا بلا اتش تي ام ال، ولكن نخليه لكم سي اس اس باش نشوفوا حتى السي اس اس كيفاش كتلي الخطوط اللي بغيتي تخدم بها، ديرهم كفاريابل، ديرهم ك يعني ليان تعيط عليهم حتى هما بحال سي دي ان. دونك غادي نجي هنايا وغادي نبدا دوك لي باليز اللي غادي يخصوني. اول باليز غتخصني واللي هي نديرو دونك هادشي ممكن نكتبوه بالاختصار، وممكن نكتبوه يعني ممكن نكتبوه بسرعه، ممكن نتعطلوا فيه. نقدروا نبداو نديرو بحال هكا، عندنا اوفرلاي، والاوفرلاي غادي يكون فيه ميساج، والميساج غادي يكون فيه كلوز. ولكن واش اخباركم انهم في فيزيوال ستوديو كود راه ممكن نكتب دياز وندير اوفرلاي، حيت تقدروا تشوفوني كنستعمل هذه الطريقه مره باش تعرفوها. وسط من الاوفرلاي كاين عندي ميساج ونعاود اكبر، وسط من الميساج كاينه كلوز. فاش ندير اونتري نفس الكود ولكن كتكتب قليل ماشي بحال. دونك كاين عندي هاد المساله هادي هي الاولى، حنا صوبنا هاد العجب هذا، هذا هو ديك لابار اللي كتطلع فيها وينر فلان او كذا. دونك هنايا غادي نديرو فيها هاد كلوز خاصه بالبوطون ديال فيرمي. دونك باش نتيقن ان هاد الشيء اللي ليت ديال فونت اوسم خدام، غادي نجي لهنايا وغادي ندير نجربو مثلا اي باليز اي، ونديرو فيها كلاس باش ما توضروش ثاني، غادي نديرو اونتري هكا تبان لكم هكا ساهله اي، وغادي نديرو فيها كلاس، وغادي نكتبو في لا كلاس ديالنا نكتبو اف ا اف ا تي ات 6 كلوز. دابا الا هادشي خدم مزيان اش خصنا نلقاو؟ خصنا سيدي نديرو كليك دغوا ريفين فايل اكسبلورر، خصنا نشوفو البوطون ديال فيرمي، فوالا هي هادي. دونك حتى لدابا غادي مزيان، اللي ما باتش ليه البوطون راه عنده مشكل في الليزون ديال هاد فونت اوسم. من بعد غادي نجيو تحت من هاد كلوز هادي بغينا وحده اخرى، لاحظوا فين كليكيت، بغينا وحده اخرى كلاس مثلا نسميوها كونتنت، هادي هي اللي غيكون فيها الكونتوني، يعني هادي هي اللي غيكون فيها المحتوى ديال الميساج، وهادي هي اللي غتكون فيها علامه فيرمي باش نسدو، وعاد هذا هو الميساج كامل. البلاصه باش نستغلو شويه لي سباس نديرو هكا نخليوها مسدوده عادي. نجيو هنا
انفو سالينا هذه. دابا ندوزو للمرحله الثانيه وهو الجيم. الجيم غادي تكون فيها واحد الكلاس تاع الكنتينر وسط لا كلاس تاع الكنتينر. ندير واحد اونطري هنا وسط لا كلاس ديال الكنتينر. كاين عندي جوج الحوايج، كاين لاباغ الفوقانيه اللي شفتو معايا واللي هي غادي يكون ديال لاباغ ديال التولز. غنديرو بحال هكا تولز. فهاد التولز شنو كاين عندي؟ كاين عندي ثلاثه البلايص، كاين بلاصه ديال السيمبولز، بلاصه ديال اشمن شكون الدور اللي غادي يلعب دابا، وبلاصه ديال الريسيت. دونك هادو كلهم غيكونوا على شكل دي كلاس. غنديرو هكا سيمبولز، وتحت من السامبول غادي نديرو قلنا هادي ديال تيرن دور من اللي غادي يلعب، والاخرانيه غادي تكون ديال قلنا الريسيت. الريسيت هادي اللي غادي نرجعو منها الجيم الاول. ندخلو لبلاصه السيمبول. بلاصه لي سامبول انا عارفها فيها جوج العلامات، واللي هو وحده ديال كلوز وحده ديال وحده ديال اكس وحده ديال او. دونك هنا غادي ندير نفس القضيه اي وعندها كلاس اف ا اف ا كلوز. نفس هذا السطر غادي نعاود كوبي كولي. تقدروا ديروا الت شيفت والسهم تحتاني، ما كنتوش كتفضلوا لي راكورسي تاني تقدروا ديروا كوبي كولي او تعاودوا تكتبوها عادي. نجي هنايا تاني كلاس ودير اف ا اف ا روتيت اي هي هي على لونغلي كتاكل صح روتيت. ونديرو هنايا رايت ونديرو انغوجيستري. اون فوا سالينا هادو دابا خصني نلقى في الباج ديالي جوج العلامات. اجي علاش انا بغيت روتيت هنايا؟ هنا اف ا روتيت غنخزنو لنا هادي، او غندير لها هكا كوبي العكز شي طلع. نديرو هكا كلاس حنا بغينا ديال او دابا. دونك غادي نديرو اف ا اف ا سيركل ونديرو هنايا او. بالنسبه للروتيت هي اللي بغينا هنا ديال ريسيت، هذا عادي غادي نحط فيه هادي. هذا هو اللي غادي يدير لنا الريسيت، يرجع لنا الجيم بلاصتها. غتبقى عندنا هادي ديال تورن. دونك هادي ديال تورن شنو نديرو فيها؟ نديرو واحد سبان وردو البال. هاد المره ما درتش ديف حيت بغيت هادشي تكتب في نفس السطر، ما بغيتش السطر يرجع ليا. وهنا غنعطيه واحد الكلاس ونسميوه كورنت مثلا تورن، ونجيو لهنايا وغادي نديرو تورن. دابا هاد البليصه هادي بالجافا سكريبت غيولي يحط لينا سوا اكس سوا او على حساب شكون اللي غادي يلعب. كان هادشي اللي كاين عندنا حتى لدابا سالينا هادو، ما عدا هاد الاي اللي هنايا نقدروا نديروها. واخا هادي نقدروا نديرو واحد الكلاس نسميوها باتن وعاد لوحو في هذا نديروها على شكل بوطون. دونك غادي يكون عندنا هاد البليصه هادي ديال ريسيت، وعاد هاد الريسيت كاين وسط منه باتن كلاس، وعاد وسط منه كاين عندنا هاد الاي اللي هو عباره على كيف قلنا علامه ديال الريسيت. مزيان نكليكيو على تولز هنايا غادي يبان ليا الاخير ديالو. غادي نكليكي بحال هكا وندير اونطري. دابا بحال خرجت من لابار ديال تولز، دابا غادي ندخل للبورد. البورد هي البليصه اللي فيها دوك 9 المربعات. هاد البورد حتى هي باش نكتبوها دغيا دغيا باش ما نضيعوش الوقت. كل سطر كل ثلاثه الخانات غنسميوهم سيلز، وكل خانه غنسميوها سيل باش نديرهم دغيا دغيا. ندير بوان سيلز وسط منه بوان سيل بوان كتعني كلاس مضروبه في ثلاثه، وندير اونطري. ها هو هادشي تصاوب. غادي نشد هادشي هذا نكوبيه وغادي نكوليه بحال هكا ونعاود نكوليه. دونك عندي ثلاثه المرات هما هادو البورد ديالي. غتبقى ليا اخر حاجه خصني نخدم عليها. دونك ثاني الا كليكيتي هنايا غتلقى ان البورد سالات هنا، غدير كليك هكا ودير اونطري. دابا بقى لينا ديك لابار التحتانيه اللي غيكونوا فيها لي ستاتيستيك، يعني هي اللي غتعطيني دوك السكور ديال كل لاعب. دونك نديرو بحال هكا ستاتس، وسط هاد ستاتس غادي يكون عندي واحد الكلاس نسميها بلاير مثلا. هاد بلاير غادي تكون على جوج المرات. غنصاوبو الاولانيه بعدا غنديرو انه عندي واحد الليبل، وهاد الليبل غادي نسميه بلا ما نديرو هاد فور نسميوه بلاير. ندير واخا نديرو بلاير واحد نسميوها كاملها، وعاد نجيو لهنا ونصاوبو واحد السبان تاني. هاد السبان غادي نديرو فيه كلاس وغادي نسميوها مثلا سكور ديال اللاعب رقم واحد. نكوبيو هادشي كاملو هكا وغادي نكوليه على اساس هذا هو اللاعب التاني اللي غيلعب التاني. نفس القضيه هنا
لوست دابا هذا هو ديال draw، نقدروا نسميوها draws مثلا، draws class، ووسط هاد draws نديرو label تاني نفس العادة، نديرو هكا ونسميوها draw. هذيك الماجيسكيل وخلاص غير تشكليات ديال انه التكست يبان مزيان وصافي، ونسميوها draws هاد التعادلات. ونجيو هنايا وغادي نديرو تاني span فيه كلاس سميتها مثلا، نديوها draw هكا، ونكتبو فيها حاليا مثلا زيرو، ولا نديرو زيرو ونكتبو في هذه حتى هي زيرو، نكتبو في هذه زيرو باغ ديفو، يكون هادشي كلشي مينيسياليزي بزيرو. هادشي اللي كاين عندنا حتى لدابا ك جافا ك اتش تي ام ال انريجستريو، نطلعو على هادشي فوالا. دونك صححنا هذاك الاو تيرن اللي كاين في بلاي ستار، الريسيت هو في بلاي ستور، دونك هادو كلهم غيوليو في سطر واحد، هادو كلهم راه حاجه واحده. عاد من بعد عندنا هادشي كامل تحتاني تاني سطر واحد. دونك سالينا لاش تي ام ال ديالنا، ندخلو ان شاء الله للسي اس اس باش نبداو.